جاكم فريد من خلال ميكروتكوميك مع انفاس. كما العاده نخرجوا الشوارع ديال الدار البيضاء باش نسولوا الناس على الرموز ديال الاحزاب السياسيه. هل يدير مقدق؟ هل يدير شاقور؟ هل يدير جنوي؟ وغنشوفوا ارتسامات ديال الناس بكل تواضع. اش دار لك في هذا الرموز ديال الاحزاب السياسيه؟ سيدي مقدا شي جنوي؟ اخويا هذاك الرموز يعني المقدا والجنوي شنو اللي كتعني؟ كتعني واحد ديال الشغب. ديال الشغب؟ اه يعني ما عندي... واحد دير دازو من هنا واحد دير براق ما تقشع. هذيك خلاص هذوك عاوتاني راه انا بعدا اصلا مع الانتخابات ما عنديش معاهم، ما عنديش مع الاحزاب كاع كامله بصح. ما غتنتخبيش؟ ما غنتخبش. وراه حقك دستوري؟ ما عندي انا الحق الدستوري حيت ما غنتخبش. وما علاش؟ حيت ما عندي حتى شي، ما كنستافد حتى شي حاجه منهم. بكل تواضع كلشي كتلقاه عندنا حنا بعدا اصلا في البلاد ديالنا من غير هنايا كازا. انا حيت اصلا خدامه هنا البلاد ديالنا يعني سنين. اش من بلادك؟ تازا. مشرفين يعني تحيه الناس تازا. بارك الله فيك. النواحي ديال تازا مساكن الناس مهمشين، لا ما لا طريق لا ضوء لا اشياء فاش يخدموا. واسمو المرشحين ديال تازا ما عندهمش فاش يخدموا، مساكن الناس الاغلب زعما الاكثريه ديال الناس ديال الباديه كلهم هاجروا. هذا الشيء اللي خلاك ما تصوتيش؟ ما نصوتش. ولكن عندك تجي تقولي حق السبيطار ما فيش الراديو ما فيش المشجع لا ما فيش هذي؟ السبيطار المخزن كله ما فيهمش. ما فيهمش ما فيهمش شحال عندنا؟ سير عندنا البلاد ديالنا وسير تشوف الفيلاجات وداك الشيء، كتمشي للسبيطار تبقى مرمي تمايا شحال 3 ساعات 4 ساعات ما كاينش يديها فيك. وشي ميساج ليهم؟ خويا بغينا بلادنا تتقدم شويه. قولي للمرشحين بغينا بلادنا تتقدم. راه حنا عيينا ما نبقاو نمشيو نبقاو نتكرفصوا نبقاو الناس مساكن تما، الناس كبار ما كيلقاو لا فاش يمشيو لا لا بيلونسات لا. المراه كتولد كتبقى مرميه مسكينه تمايا، كاين اللي كيجيها نزيف كاين اللي كتموت، هادشي كله ما كنلقاوش عندنا حنايا. دابا درنا مثلا انت ترشحتي اش من رمز غديري في الحزب ديالك؟ صراحه خويا ما نقدرش سميتو. ما ديري الصباطالون؟ لا ما بكل تواضع لا ما عندي لا صباطالون لا والو، ما غنترشحش حيت الا ترشحت خصني نكون قد المسؤوليه. تحيات. كي داير الاخ؟ لاباس بخير. بخير الحمد لله. انت مرشح للانتخابات؟ انا لا باقي ما مرشحش. واش كدير الحزب ديال الفلالس؟ ورا لي بوسي اون كولور. بكل تواضع كلشي داير بكل تواضع. كي كيجيوك هاد الرموز ديال الاحزاب السياسيه؟ هذاك الشيء بان لي مزيان، هو هذاك كلشي غادي مقاد، كلشي غادي مقاد. هل يدير عسى ان تكرهوا شيئا وخير لكم؟ كلشي. هل يدير لي فيل فيز يقفز؟ كاين اللي يدير في بولالس، كاين اللي يدير العصير، كاين اللي يدير التوبا، كاين اللي يدير كرينيكس، كاين اللي يدير كباماش، كلهم شنو داير؟ كلش داير في الرموز ديالو. كلش داير، الناس دايرين البريواج، كاين اللي يدير التراموا، كاين اللي يدير الطوبيس، كاين اللي كيدور كيتسارى، كاين اللي كيدير تست على عباد الله. كاين اللي ما داير والو. كاين اللي ما داير والو، كاين اللي مجبده في الجرده. كلي كيسول، كلي باغي يتناقر، كلي باغي يتضارب، كلو شنو داير في هذا؟ بكل تواضع. كلو تواضع. وانت غتنتخب هذا العام؟ انا خويا ما نتخب على الفحاج الفلوس، الله يعاونك اخويا. غتنتخب على الفلوس؟ على الفلوس. بكل تواضع، باش يولي دجاجة. وي. اش جرك في هذا الرموز ديال الاحزاب؟ هذاك الشيء اخويا كيبقى حريه التعبير، كل واحد يدير اللوغو اللي كيناسبه. شي يدير مقداش، شي موش، شي فاس. واش تريك شهور عادي داك الشيء؟ عادي. هو كيبقى حريه التعبير، لوغو، داير لوغو كيعبر على الحزب ديالو اللي باغي يشاركو مع الانسان والمجتمع، عادي. حنا ما عندناش مشكل في داك الشيء، ولكن فاش المشكل؟ اللي غادي يمثل هذاك الحزب. خاصو يكون على قد الكلمه ديالو ويكون على قد المسؤوليه. يعني ما كيهمش الرمز قد ما كيهم المرشح. اللي غادي يمثل هذاك الحزب. وانت غتنتخب؟ ونكذب عليك انا ما كنتخبش. علاش؟ حيت ننتخب على واحد اللي غادي يدير واحد التغيير، كاع اللي دازوا بحال بحال. حق الدستور ديالك. فوالا، ولا حق الدستور، ولكن فين هو حقي انا بعد؟ عاد نشوف الدستور. نشوف الدستور بعد من بعد، ولكن باغي حقي انا. وانت كيديروا التغيير. راه كاين واحد التغيير. ولكن ماشي ذاك التغيير اللي غادي يهمني انا كشباب. كيغير الطوموبيل. يغير الطوموبيل، يغير الترامواي، يغير السبيطار، يغير حبس، يغير كذا، ولكن حنا باغيين واحد التغيير لينا حنا. ليكم شباب. فوالا، مابقاوش عايشين داك الشيء الهيج ديال الثمانينات وديال السبعينات اللي عاشوا والدينا. ولا قالوا لك ترشح اش من رمز غدير انت؟ كيفاش اللوغو اللي ندير انا؟ اللوغو. وانا ما كراش ندير البصمه اولاد الشعب. جيم. فوالا جيم. بكل تواضع. ما بارطاجي ضربونا بالعين اخويا. تحياتي. الله يحفظك، الله يسهلك. معنا مولا باني، قال لك شواني وكواني مولا باني. بكل تواضع. وانا نسولك على ذاك الرموز ديال الاحزاب السياسيه، شي يدير مقدع، شي يدير جنوي، شي كل واحد شنو يدير؟ وانا الشيء انا قلت لك ما كان عنديش مع ذاك الشيء. هذاك ما عندكش مع ذاك الشيء؟ والو هذوك الرموز ما عندكش معاهم؟ والو ما عمري دخلت راسي في ذاك الشيء. هذاك ما عندكش مع السياسه؟ لا والو والو. بكل تواضع. لا عندك مع لاباني؟ لاباني صافي. وغادي البيع والشراء والنوكا
الحلوى. مقيد في الانتخابات انت؟ لا ما مقيدش. لا ما مقيدش؟ لا ما مقيدش. اذا ما غتنتخبش؟ لا ما زال ما عنديش كندير. ما عندكش كدير؟ اه لا راه تصيفط ويجاوبوك. ما مساليش لذاك الشيء. ما مساليش لذاك الشيء. مبرزط الخدمه. مبرزط الظروف شويه عندنا صعيبه. انت دابا برلماني ديال راسك. بكل تواضيع. كاينه. كي كيجيوك هاد الرموز ديال الاحزاب؟ الاحزاب ديال الانتخابيه. شي يدير بالا شي يدير فاس. ايه ولكن كل واحد سميتو كل شيء مزيان، كل شيء كيخرج بخير وعلى خير، كل شيء كل شيء مزيان كيخرج. واللي يطلع عند الله راه غادي يطلع، واللي هو راه سميتو ماشي كل شيء مزيان عندنا حنا. كل شيء مزيان. كل شيء مزيان. كل شيء مزيان عندنا حنا بخير وعلى خير الحمد لله. المغرب ديالنا كل شيء مزيان فيه. هذاك الشيء ديال الاحزاب ديال كل شيء مزيان. انت غتنتخب هذا العام؟ لا نعم ولكن علاش ما غتنتخبش؟ ايوا راه حقك الدوز السوري هذا. حتى علاش انا الانتخابات دابا غادي يجوا في نهار الاربعاء الجاي، ونهار الاربعاء الجاي كيقدر ما غاديش نسافر. يقدر ولكن انتخب وسير تسافر، حيت من بعد غادي تقول لا حقا. لا قضيت انا الغرض اللي عندي فيه هنايا سميتو. يقدر غادي نمشي نهار ثلاث ان شاء الله، نهار الاربعاء غنتخب انا. غنتخب الحزب اللي بغى لي خاطري. وقول شويه زعما اللي بغى لك خاطري. وعندك تجي تبدا تقول لنا حقا سبيطارات ما كاينين، الدواء ما كاينين. لا انت كاينه الرشوه كاينه هذه. لا حتى هادشي ما قالش لنا الملك الله ينصرو، ما قالش لنا هادشي. قال لك جبدوا اللي يصلح لكم، اللي يصلح. دابا انت غتنتخب على اللي يصلح. على اللي يصلح لنا بكل تواضع. ايه عارفين حنا اللي يصلح. والتقليد يبقى عليك. لا التقليد يبقى عليا. يبقى عليك ان شاء الله. ولا على المرشح. لا هو عليكم بجوج بكل تواضع. لا ما حنا غادي نجبدوا الليله قليله. انا مالي البلاد راه كنعرفهم، كاين عارف اللي يليق واللي ما يليقش. بكل تواضع. بكل تواضع. تحياتي تحياتي. مشاهدين مشاهدات انفاس تي في، كما شفتوا خرجنا وسولنا الناس عن رموز الاحزاب السياسيه، كل واحد كي كانت الاجابه ديالو بكل تواضع.